تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئه الى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بمناسبه تجديد الشعب الهندي الثقة في قيادته لفترة ولاية جديدة. وأعرب الرئيس السيسي على حسابه على منصات التواصل الاجتماعي عن تطلع مصر للعمل المشترك في الأعوام المقبلة لفتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لعملهما المشترك، متمنيا التوفيق والسداد لرئيس الوزراء الهندي ولشعب الهند صديق المزيد من التنمية والرخاء.